صفحة 98. وتختلف الملكية الشائعة عن الملكية الجماعية، وخاصة ما يسمى بالملكية المشتركة Propriety Commune، وهي الملكية التي تعرفها القوانين الجرمانية في أن المالك في الملكية المشتركة جماعة من الناس لا يملك أي واحد منهم بمفرده لا الشيء المملوك ولا أي حصة فيه، بل الكل يملكون مجتمعين دون أن تكون لهم شخصية معنوية كل الشيء المملوك. ففي الملكية المشتركة يفقد كل شريك حقه العيني في المال المشترك، فلا يكون له نصيب مفرز أو شائع يستطيع التصرف فيه، بل ينتقل كل ذلك إلى الجماعة، فهي التي تملك وتتعامل وتسند إليها الحقوق كملكية القبيلة أو العشيرة، على أن للشريك في الملكية المشتركة حقا شخصيا في استغلال المال المشترك والحصول على نصيب من غلته. ويعرف القانون المدني السويسري صورا متعددة للملكية المشتركة. أما في الملكية الشائعة فإن كل شريك يملك ملكية فردية حصته في المال الشائع، وينصب حقه مباشرة على هذه الحصة. مصادر الشيوع والأسباب التي تؤدي إلى نشوء الملكية الشائعة هي نفس أسباب كسب الملكية، فكل سبب يؤدي إلى كسب الملكية العادية أي المفرزة يصلح سببا لنشوء ملكية شائعة، فقد تنشأ الملكية الشائعة بتصرف قانوني كأن يشتري شخصا أو أكثر شيئا من الشيوع، أو يوصي شخص لاثنين أو أكثر بحصة معينة في شيء يملكه. ومن المقرر كذلك أنه إذا حاز شخصان أو أكثر شيئا حيازة مشتركة، فإن هذه الحيازة تؤدي إلى اكتسابهم لملكية هذه الشيء على الشيوع إذا مضت على حيازتهم المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم. وقد يكون مصدر الشيوع سببا آخر من أسباب كسب الملكية كالالتصاق والاستيلاء والشفعة، على أن أهم أسباب نشوء الشيوع وأكثرها تحققا في العمل هو الميراث. فإذا توفي شخص عن أكثر من وارث فإن أمواله تنتقل شائعة إلى ورثته إلى أن تتم تقسيمها بينهم. تكييف حق الشريك في الشيوع، وقد اختلف الفقهاء في طبيعة حق الشريك في الشيوع، فذهب البعض إلى أنه مجرد حق شخصي وليس حقا عينيا، لأن الحق العيني يفترض وجود محل معين محدد ومفرز. وذهب آخرون إلى رأي قريب من ذلك تأسيسيا، على أن الملكية الشائعة ملكية جماعية أو مشتركة، والملكية المشتركة يعتبر كل شريك فيها كما رأينا مجرد دائن بحق شخصي. وذهب رأي ثالث إلى أن اعتبار حق الشريك المشتاح حقا عينيا من نوع خاص يختلف عن الحقوق العينية المعروفة، على أن الرأي السائد في الفقه قديمه وحديثه يذهب إلى أن حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية بالمعنى الدقيق، هو يشتمل على جميع عناصر حق الملكية. فللمالك المشتاح كما سنرى سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف. كل ما في الأمر أن حق الملكية الوارد على الشيء الشائع له أصحاب متعددون، خلافا للملكية العادية المفرزة حيث يثبت فيها حق الملكية للمالك واحد. وبهذا التكييف أخذت التشريعات العربية الحديثة، وهو كذلك ما يذهب إليه الفقه الإسلامي عامة ومجلة الأحكام العدلية خاصة. وقد قطعت المادة 1061 من القانون المدني العراقي كل شك حول طبيعة حق الشريك في الشيوع بقولها: وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما. أحكام الملكية الشائعة: ومن أحكام الملكية الشائعة تشترك فيه مع الملكية المفرزة، وأهم هذه الأحكام المشتركة ما هو مقرر للمالك من استعمال واستغلال وتصرف. فالمالك المشتاح يملك حصته ملكية تامة، فله الانتفاع بها واستغلالها والتصرف فيها،
ولكن الملكية الشائعة تختلف عن الملكية المفرزة في أن حق المالك المشتاع مقيد بحقوق الشركاء الآخرين. فحقوق الملاك على الشيوع تتضمنها جميعا قاعدة أساسية، وهي أن كل شريك يعتبر مالكا لحصته أجنبيا بالنسبة لحصص الآخرين، وهذا ما يجعل للشيء الشائع أحكاما خاصة به من حيث استعماله واستغلاله والتصرف فيه. فنرى أولا سلطة المالك المشتاع على حصته الشائعة، ثم نرى بعد ذلك سلطات المالكين المشتاعين عن الشيء الشائع. سلطة المالك المشتاع على حصته الشائعة، رأينا أن حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية بالمعنى الدقيق، فله كصاحب أي حق أن يتصرف بحقه بمختلف أنواع التصرفات، وقد عبرت عن ذلك المادة 1061 في فقرتيها الثانية والثالثة بقولها: وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما، وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه، والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من أنواع التصرف ولو بغير إذنهم. ويجوز للشريك الشيوع أن يؤجر حصته الشائعة لشريكه أو لغير شريكه التصرف في الحصة الشائعة، فيتبين من ذلك أن للشريك في الشيوع أن يتصرف بحصته الشائعة باعتباره مالكا لها تصرف الملاك، فله أن يتصرف بها كلا أو بعضا لغير الشريك كان أو أجنبي بالبيع أو بالهبة أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية، ويعتبر تصرفه صحيحا ونافذا في حق جميع الشركاء دون حاجة إلى موافقتهم، ويترتب على التصرف أثره حسب القواعد العامة مع ضرورة مراعاة قواعد التسجيل إذا كانت الحصة الشائعة محل التصرف حصة في عقار أو في مجموعة أموال تشتمل على عقار، فينقل حق الشريك المتصرف إلى المتصرف إليه أي المشتري أو الموهوب له، ويصبح هذا الأخير شريكا مع شركاء المتصرف الآخرين في حدود الحق الذي تلقاه من سلفه. وإذا كان الشريك قد تصرف بحصته الشائعة في عقار بالبيع وكان المشتري أجنبيا عن الشركاء وأراد هؤلاء منع دخوله بينهم، فلأي منهم تملك الحصة المبيعة ولو جبرا على المشتري عن طريق الشفاعة كما سنرى. أما إذا كان التصرف في الحصة الشائعة بيعا لأجنبي وكانت الحصة المبيعة حصة في منقول أو في مجموع من المال، فإن بعض القوانين كالقانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري قد هيأت لأي من الشركاء الآخرين وسيلة يحل بها محل المشتري في الحصة المبيعة ونعني بها الاسترداد. أما القانون المدني العراقي فلم يأخذ بالاسترداد. ترتيب حق للغير على الحصة الشائعة، وكما يكون للشريك في الشيوع أن يتصرف بحصته الشائعة بنقل ملكيتها للغير كلا أو بعضا، فإن كذلك أن يترتب على حصته حقا للغير كأن يرتب حق منفعة أي انتفاع عليها أو يرهنها رهنا تأمينيا أي رسميا أو حيازيا أو أن يترتب عليها أي حق عيني آخر أصلي أو تبعي لا تحول طبيعته دون ورود على الحصة الشائعة. فحق المنفعة أي الانتفاع الذي يرتبه الشريك على حصته صحيح ونافذ في حق سائر الشركاء ولو بدون موافقتهم، ويصبح المنتفع هو صاحب الحق في ثمار الشيء بقدر الحصة التي يرد عليها حقه. كما أن الرهن الذي يرتبه الشريك على حصته يكون صحيحا ونافذا في مواجهة الشركاء جميعا وللدائن المرتهن إذا حل أجل الدين المضمون بالرهن أن ينفذ على الحصة المرهونة. فاتباع الحصة جبرا ويحل الرأس عليه المزاد حل محل الشريك الراهن، فيصبح شريكا في الشيوع. ويثور التساؤل عن مصير حق المنفعة والراهن الذي يرتبه الشريك على حصته الشائعة إذا تمت القسمة قبل أن ينقضي حق المنفعة أو قبل أن ينفذ الدائن المرتهن بحقه. لم يعرض القانون المدني العراقي لمصير حق المنفعة ولا لمصير الرهن التأميني إلا في حالة واحدة نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 291 بقولها: إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار يتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب هذا الشريك.
هذه هي الحالة عرض لها القانون المدني العراقي، فيبقى أذن التساؤل قائما عن مصير حق المنفعة من جهة، وعن مصير الرهن في حالة ما إذا وقع في نصيب الشريك الراهن أموال غير التي رهن فيها حصته، أو حالة وقوع كل العقار الذي رهنت حصته في نصيب الراهن عند القسمة، أو حالة ما إذا لم يكن أو يقع نتيجة القسمة في نصيب الراهن شيء من العقار المرهون أو غيره من العقارات، وإنما اختص بمبلغ من النقود أو بمنقول. وإذا كنا سنتناول حكم بعض هذه الحالات في القسم الثاني من هذا الكتاب، فإن تدخل المشروع يبقى ضروريا تجنبا للاختلافات التي تؤدي إليها الحلول الفقهية المطروحة. إيجار الحصة الشائعة طبيعي، والشريك في الشيوع مالك لحصته ملكية تامة، أن تثبت له سلطات الملكية من استعمال واستغلال وتصرف، وهذا ما أكدته المادة 1061 في فقرتها الثانية قولها: وكل شريك يملك حصته الشائعة ملكا تاما وله حق الانتفاع بها واستغلالها والتصرف فيها. ولما كان الإيجار من أبرز صور الاستغلال، فإن المشرع العراقي لم يكن بحاجة إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة نفسها على سلطة الشريك في الشيوع في إيجار حصته بقوله: ويجوز للشريك في الشيوع أن يؤجر حصته الشائعة لشريكه أو لغير شريكه. وفي اعتقادنا إن ما دعا المشرع العراقي إلى أن النص على جواز إيجاز الشريك لحصته الشائعة أو لأجنبي، وإلى النص ما قبل ذلك على سلطته في التصرف بحصته بجميع أنواع التصرفات، ولكنه خص منها بالذكر البيع والرهن، وهو رغبته في إزالة كل شك قد يثور حول سلطة الشريك في الشيوع بالتصرف في حصته الشائعة ببعض أنواع التصرفات. هذه السلطة التي كانت تتقيد في الفقه الحنفي ومجلة الأحكام العدلية بالنسبة لبعض العقود، وهي الإيجارة والهبة والرهن. فإيجارة الحصة الشائعة للشريك صحيحة، أما إيجارتها لغير الشريك فاسدة، والفساد هنا مبني على أساس عدم إمكان تسليم الحصة الشائعة مفرزة، فلا يكون استيفاء المنفعة مقدوراً، لأن استيفاء هذه المنفعة يكون بتسليم الشيء الشائع، وهو غير مقدور التسليم بنفسه، وإنما يتصور تسليمه بتسليم الباقي، وهذا غير معقود عليه، فلا يتصور تسليمه شرعا. والهبة لا تتم إلا بالقبض، ويشترط أن يكون القبض كاملا، وهو يكون بقبض كل موهوب بالصورة المناسبة لقبضه. وفي هبة المشاة لا يحصل القبض كاملا، لأن القبض عبارة عن انتقال الشيء بتمامه إلى حيازته القابض، والشاء لا يكون في حيازة القابض من كل وجه. ويلزم لصحة الرهن في الفقه الحنفي إلا يكون المرهون مشاعا وقت القبض، لأن الرهن المعروف في الفقه الإسلامي عامة هو رهن الحيازة فحسب، وهذا يستلزم حبس الشيء المرهون حتى يستوفي الدائن المرتهن دينه، وهذا غير متصور في الحصة الشائعة، لأن المرتهن إذا حبس الشيء الشائع كله يكون قد تجاوز إلى حقوق الشركاء الآخرين. وإذا تناوب الحبس معهم فإن ذلك يفوت عليه الغاية المقصودة من الرهن، ولهذا كان الرهن الحصة الشائعة بحسب القانون الفقه الحنفي غير صحيح، سواء كان لشريك أو لغير شريك. ولهذا كان رهن الحصة الشائعة بحسب القانون الحنفي الفقه الحنفي غير صحيح، سواء كان لشريك أو لغير شريك. ويلاحظ بأن الحيازة المطلوبة في الرهن الحيازي يمكن أن تتحقق في القوانين الحديثة بعدة وسائل، مثال ذلك: لو اتفق الدائن المرتهن مع الشركاء جميعا على أن يتولى
أحد هؤلاء حيازة الشيء الشائع، فيصبح هذا الشريك حائز لحصل زميله الراهن بالنيابة عن الدائن المرتهن، فيكون المرتهن الشريك في هذه الحالة هو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان. وقد ينفق الداهن المرتهن مع الشركاء على أن يتولى هو حيازة الشيء الشائع، فيكون حائزا لا نصبه باقي الشركاء على أساس أو على أساس الوكالة. فيتضح مما تقدم على أن الفقه الحنفي يؤسس عدم صحة إيجار الحصة الشائعة أو هبتها أو رهنها على عدم القدرة على التسليم أو القبض، وذلك خلافا لما يذهب إليه فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى والتشريعات الحديثة ومنها القانون المدني العراقي، وليس لسبب بتعلق بطبيعة حق الشريك المشتاعم. سلطات امتلاك المشتاعين على الشيء الشائع: إذا كان كل شريك يمتلك حصته ملكية تامة ويملك بنسبة حصته في كل ذرة من ذرات الشيء الشائع، فإنه يعتبر في الوقت نفسه أجنبي بالنسبة لحصص الشركاء الآخرين، فلا يعتبر أي شريك نائب عن شريكه الآخر، ولهذا لا يجوز لأي شريك أن ينتفع أو يتصرف بحصة شريكه بدون إذنه، فلا يكون لأي من الشركاء سلطة مستقلة على الشيء الشائع، بل تعود هذه السلطة للسلطة للشركاء جميعا، سواء في الانتفاع بالشيء عن طريق استعماله أو استغلاله أو التصرف فيه. وسنعرض أولا لسلطات الملاك المشتاعين في الانتفاع بالشيء الشائع، ثم نتكلم بعد ذلك في سلطة التصرف. الفقرة الأولى: الانتفاع بالشيء الشائع أي الاستعمال والاستغلال. الانتفاع بالشيء الشائع حق لجميع الشركاء، فالمهم بالاتفاق تحديد طريقة الانتفاع بالشيء المشترك، فالمهم الانتفاع به بنسبة في حصصهم أو بالقدر الذي يتفقون عليه، ولهم أن يأذنوا لأحدهم بالانتفاع بالشيء الشائع على وجه الاستقلال، على أن لا يكون قد هذا الانتفاع ضارا ببقية الشركاء، ولهم أن ينتفع مجتمعين بالشيء الشائع كأن يكون هذا الشيء دارا معدة للسكنة فيسكنها الشركاء جميعا، ولكن قلما يقبل الشيء الشائع الاستعمال المشترك، ولذا فقد وجدت قسمة المهيئة وقد تقوم على أساس الاتفاق بين الشركاء، وللشركاء باتفاقهم استغلال الشيء الشائع عن طريق إيجارته، ولكل شريك في حالة اتفاق الشركاء على المهيئة الزمانية أن يؤجر نوبته في الانتفاع بالشيء الشائع أو الجزء الذي حدد له للانتفاع به. والمهيئة هي أهم صور اتفاق الشركاء على تنظيم الانتفاع بالشيء الشائع، وعلي فإننا سنعرض لها فيما يلي. المهيئة: إذا تعذر على الشركاء استعمال الشيء الشائع استعمالا مشتركا وليس في نيتهم إنهاء حالة الشيق بطلب قسمته، فبإمكانهم تنظيم الانتفاع به فيما بينهم بحيث ينتفع كل شريك بالشيء الشائع بمقدار يتناسب مع حصته. وقد نظم القانون المدني العراقي أحكام المهيئة في المواد 1078 إلى 1070 في ختام الكلام عن إزالة الشيوع بالقسمة. والمهيئة ليست قسمة للشيء الشائع، بل هي قسمة لمنفعته. وفي هذا المعنى بقول المادة 1174 في المجلة: المهيئة عبارة عن قسمة المنافع، ولا تجرى المهيئة في الأشياء المثلية، لأن المثليات لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عيانها، بعكس الأشياء القيمية. فضلاً على ألا الأشياء المثلية قابلة للقسمة على كل حال، فلا حاجة إلى المهيئة فيها. والمهيئة أما مهيئة مكانية أو مهيئة زمانية، ولكنها في الحالتين لا تؤدي إلى إنهاء حالة الشيوع. ففي المهيئة المكانية يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته الشائعة، كما لو أن تهيئ الشريكان في أرض مشتركة، بينما على أن يزرع أحدهما نصفهما والثاني نصفها الآخر،
أو تهيأ اثنان في دار مشتركة بينما على أن يسكن أحدهم في جانب والثاني في الجانب الآخر، أو على أن يسكن أحدهما في الطابق العلوي والثاني في الطابق السفلي، أو في الدارين المشتركين على أن يسكن أحدهما في الأولى والآخر في الثانية. وقد حدد القانون مدة معينة يجوز للشركاء الاتفاق على قسمة المهيئة المكانية خلالها، وهي 5 سنوات، لا يصح للشركاء الاتفاق على مدة تزيد عليها. وإذا زادت المدة عن 5 سنوات فإن المهيئة لا تبطل بل تبقى صحيحة في حدود السنوات 5. أما إذا لم تحدد المهيئة مدة حسب مدتها سنة واحدة تتجدد سنة أخرى، إذا لم يعلن الشريك شركاء الآخرين قبل انتهاء السنة الجارية ب3 أشهر على الأقل أنه لا يرغب في تجديدها، المادة 1078 في 1 مدني. وإذا كان لا يصح الاتفاق على المهيئة المكانية لمدة تزيد على 5 سنوات فإنه يجوز الاتفاق على هذه المهيئة من جديد سواء بعد انقضاء المدة المتفق عليها أو قبل ذلك. وتخضع المهيئة في القانون المدني العراقي لأحكام عقد الإيجار بصورة عامة ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة المهيئة. المهيئة الزمانية، أما في المهيئة الزمانية فيتفق الشركاء على أن يتناوبون الانتفاع بالشيء الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع مقدار حصته. للمادة 1078 فصل 2، فإذا تساوت الحصص تساوت مدد الانتفاع، كما لو تهيأ اثنان على أن يزرع كل منهم الأرض المشتركة سنة واحدة أو أن يسكن كل منهم الدار المشتركة سنة واحدة. المهيئة الرضائية والمهيئة القضائية، الأصل أن تكون المهيئة رضائية تتم باتفاق جميع الشركاء، ولكن فإن يمتنع أحد الشركاء عن إجراء المهيئة رضا فإنها تجرى عند ذلك قضاء بناء على طلب أحد الشركاء، على أنه يلاحظ بأن القانون المدني العراقي قد قصر المهيئة القضائية على المنقولات فقط في المادة 1070 مدني، خلافا للمجلة حيث ورد نص المادة 1181 عاما يبيح المهيئة في المنقول وفي العقار على السوى، ويعلل موقف المشرع العراقي برغبته في حصر المهيئة القضائية في أضيق نطاق ممكن. تحول قسمة المهيئة إلى قسمة نهائية، رأينا أن للشركاء أن يتهيأ الانتفاع بالشيء الشائع مهيئة مكانية أو زمانية، ورأينا كذلك أن الاتفاق على المهيئة المكانية لا يجوز إلا لمدة 5 سنوات، ولكننا وجدنا أيضا أنه يجوز الاتفاق على تجديدها بعد انقضاء المدة المتفق عليها أو قبل ذلك، كما أنها إذا لم تحدد لها مدة اعتبرت مدتها سنة واحدة تجدد بحكم القانون كما رأينا. فإذا دامت المهيئة المكانية مدة 15 سنة، إما بتجديدها بالاتفاق أو بتجديدها بحكم القانون على نحو ما ذكرنا قبل قليل، فإن قسمة المهيئة المكانية تتحول بقوة القانون كما تتقرر بعض التشريعات إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك. أما القانون المدني العراقي فلم يرد فيه حكم المماثل، ولهذا فإن المهيئة المكانية لا يمكن أن تنقلب إلى قسمة نهائية مهما طالت مدتها. سلطة أغلبية الشركاء، إذا كانت المهيئة هي من أهم صور تنظيم الانتفاع بالشيء الشائع بين الشركاء، إذا كانت الصورة المثلى للانتفاع بالشيء هي أن يتم ذلك باتفاق الشركاء جميعا، فإن ذلك قد لا يكون ممكنا لأي سبب من الأسباب، كأن لا يريدون إجراء المهيئة أو يعتذر الإنفاق بينهم عن طريق الانتفاع بالشيء الشائع، فيحول ذلك دون استغلال الشيء أو يخير إلى أنه منازعات بين الشركاء. لقد عالج الشرع هذا الوضع بأن خول الأغلبية حق إجراء أعمال الإدارة مع رقباء المحكمة في بعض الأحوال، على أن العبرة هي بأغلبية الحصص لا بأغلبية الرؤوس. فقد منح القانون العراقي مادة 1064 فصل 2
حق إجراء أعمال الإدارة المعتادة كإجارة الشيء الشائع لمدة لا تزيد على 3 سنوات لأغلبية الأغلبية المطلقة من الشركاء، وما يستقر عليه رأي الأغلبية يكون نافذا في حق الجميع حتى الأقلية التي خالفت هذا الرأي. ولهذه الأغلبية كذلك بدلا من أن تتوالى إدارة الشيء الشائع بنفسها أن تختار مديرا بين الشركاء للجميع، وليس الأقلية أن تطعن في قرارات الأغلبية أمام المحكمة إلا في حالة التعسف في استعمال الحق طبقا للقواعد العامة. إذا لم يستقر رأي الأغلبية على ما يلزم لإدارة الشيء الشائع إدارة معتادة، فلكل شريك أن يطلب من المحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما تقتضيه الضرورة، كأن تأمر بتأجير الشيء أو تأذن لأحد الشركاء بالاتفاق على الأرض حتى يحين الحصاد أو ينضج المحصول، أو أن تعين مديرا يتولى القيام بإدارة الشيء الشائع. أما بالنسبة لإدارة أو لأعمال الإدارة غير المعتادة كإدخال تغييرات أساسية على الشيء الشائع أو التعديل في الغرض الذي أعد من أجله الشيء الشائع، فإن القانون المدني العراقي قد اكتفى بالأغلبية المطلقة أيضا، ولكنه اشترط بالنسبة لهذه الأعمال الحصول على إذن المحكمة سلفا مادة 1065.1. وللمحكمة إذا وافقت على قرار الأغلبية أن القرار ما تراه مناسبا من إجراءات كأن تشترط شروطا معينة لتنفيذ القرار، ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء من خالف القرار من الشركاء كفالة تتضمن له الوفاء بما قد يستحق له من تعويض إذا تعين من تنفيذ القرار أنه كان ضارا بمصلحة الشركاء، مادة 1065.2. انتفاء أحد الشركاء بالشيء الشائع دون إذن شركائه. تبين لنا أن للشركاء أن ينتفعوا باتفاقهم بالشيء الشائع كيفما يشاءون، فلهم أن يتهيئوا الانتفاع به، ولهم أن يؤخروها ويقسموا الأجرة حسب حصصهم أو غير ذلك من أوجه الاستغلال أو الاستعمال، كما أن لأحد الشركاء أن ينتفع بالعين المشتركة بإذن شركائه فيسوغ لهذا الشريك عند إذن الانتفاع بها وفق الإذن، ولكن قد يستقل أحد الشركاء بالانتفاع بالشيء الشائع باستعماله أو باستغلاله دون إذن شركائه، فما الحكم في هذه الحالة؟ سبق أن رأينا أن المادة 1061.2 تقرر أن كل شريك في الشيوع يملك حصة ملكا تاما، فله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه، كما أن المادة 1062.1 تنص على أنه كل واحد من الشركاء أجنبي في حصة الآخر، وليس له أن يتصرف فيها تصرفا مضرا بأي وجه كان من غير الرضا. فالأصل أن ليس لأي شريك أن يباشر بمفرده ما يؤدي إلى المساس بحقوق غيره من الشركاء بدون إذنهم، تطبيقاً لذلك لا يجوز لأي من الشركاء أن يتفرد باستعمال الشيء الشائع أو باستغلاله كله أو جزء معين منه، فلذا انفرى شريك بالانتفاع بالشيء الشائع كله بدون إذن شركائه، كأن يكون الشيء داراً فيسكنها أو أرضاً فيزرعها أو يؤجرها، فقد وجب عليه لباقي شركائه أجر مثلها، فإنه بالتزام يلتزم بأن يدفع لكل شريك حصة من الأجر المسمى المادة 1063.2. أن هذا الحكم الذي يقرره القانون المدني العراقي في الفقرة الثانية من المادة 1063 يخالف ما كانت تقرره مجلة الأحكام العدلية أخذا بما هو مقرر في الفقه الحنفي، فقد فرقت المجلة في صدد استقلال أحد الشركاء بالانتفاع بالشيء، بينما إذا كان شريك الآخر حاضرا وبينما أنه كان غائبا، فإذا كان الشريك الآخر حاضرا وقد وقت الانتفاع شريكه بالعين المشتركة فليس له أن يطالب بأجره حصته عن المدة الماضية، ولا أن يطلب الانتفاع بالعين المشتركة بقدر ما انتفع به شريكه، لأنه قد انتفع بها على أنه ملكه، وهذا ما يسمى بالانتفاع بتأويل الملك. فالأعيان المشتركة تعتبر بالنسبة للانتفاع بها مملوكة
بتمامها لكل واحد من الشركاء، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الشريك بينما يتيما أو وقفا أو بيت المال. أما إذا كان الشريك الآخر غائبا وكان الانتفاع لا يضر بالشيء، فللشريك الحاضر الانتفاع به، وللشريك الغائب عند حضور الانتفاع بالشيء الشائع بقدر المدة التي انتفع بها شريكه الحاضر. وقد جوز الحكم الأخير استحسانا، لأن من شأنها المحافظة على منفعة الشريك الحاضر ومنفعة الشريك الغائب أيضا. وإذا أجر أحد الشركاء الشيء الشائع دون أن يشاء أن شركائه كان فضوليا بالنسبة لحصة شركائه، فتعتقد الإجازة موقوفة على الإجازة موقوفة على إجازتهم، فإذا أجازوها نفذت في حقهم، وإن لم يجيزوها بطلت بالنسبة لهم وظلت نافذة في حصة الشريك المؤجر. أما إذا اتفقت مدة الإيجار أو انقضى بعضها ولم يجز الشركاء العقد عند علمهم به، فعلى الشريك حاضرين فعلى الشريك المؤجر أن يدفع شركائه لحصصهم من الأجرة التي قبضها، سواء كان هؤلاء حاضرين أو غائبين. أما إذا لم يكن قد قبض بدل الإيجار فلا يلزم أن يؤدي حصة شركائه من ماله. صيانة الشيء الشائع ونفقاته. إذا كان الشركاء المشتاعون يشتركون في الحصول على منافع الشيء الشائع كل بقدر حصته، فالطبيعي أن يشتركوا كذلك في تحمل نفقات إدارته والمحافظة عليه كل بقدر حصته كذلك، سواء انفقت هذه النفقات باتفاق الشركاء جميعا أو بإذن من المحكمة. فقد نصت المادة 1067 من القانون المدني العراقي على أنه نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة من الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته. هذه هي القاعدة التي تحكم مسألة الاشتراك في نفقات الشيء الشائع، والتي اقتبسها المشرع العراقي من المادة 831 من القانون المدني المصري، وهي المادة الوحيدة التي خصصها المشرع المصري لهذا لهذه المسألة. أما المشرع العراقي فقد أردف نص المادة 1061 بنصوص المادتين 1068 و1069 التي اقتبسها من مجلة الأحكام العدلية، والتي يتبين منها أنه إذا احتاج الشيء الشائع إلى التعمير أو التعمير أو الترميم، أي مرممة أو عمارة كما تقول المادة 1068.1، يعمر أصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم أو يعمرها أحد الشركاء بإذن الآخرين، ويرجع على هؤلاء بمقدار ما أصاب حصة كل منهم من نفقات. وإذا كان بعض الشركاء غائبا أو أبى بعضهم الترميم أو التعمير وأراد بعضهم ذلك، جاز للرغب أن يقوم بالترميم أو بالتعمير بإذن من المحكمة، فيقوم هذا الإذن مقام إذن الشركاء الغائبين أو الآبين، فيكون له الرجوع على هؤلاء بقدر حصصهم 1068. ولكن ما الحكم إذا عمر أحد الشركاء الشيء المشترك بدون إذن من شركائه الآخرين أو من المحكمة، إذا كان بعض الشركاء غائبا أو أبى بعضهم التعمير؟ لم يرد القانون المدني العراقي حكما خاصا لهذا المسألة. أما مجلة الأحكام العدلية فقد اعتبرت الشريك الذي قام بالتعمير متبرعا لا رجوع له على شركائه بشيء. أما المادة 1069 من القانون المدني العراقي فقد قضت بأنه إذا انهدمت العين الشائعة كليا وأراد بعض الشركاء عمارتها وأبى الآخرون، فلا يجبر الآبي على العمارة، وذلك تطبيقا لقاعدة لا يجبر أحد على عمارة ملكه. والفرض هنا أن تنهدم العين الشائعة كلية بدون تعد على أحد. أما إذا كان الهدم بفعل فاعل فإنه يلزم بالضمان أي التعويض، ومن صور هذه الضمان اللازمة بإعادة تعمير ما هدم. أوكي. الفقرة الثانية التصرف الشيء الشائع. أولا، التصرف الصادر من جميع الشركاء
للشركاء أن يتصرفوا بالشيء الشائع كيف ما يشاءون، وهذا التصرف سواء كان ماديا أو قانونيا لابد من اجتماع الشركاء عليه، فلهم أن يتفقوا على هدم البناء المشترك أو بناء الأرض المشتركة، كما لهم أن يبيعوا الشيء للشائع أو المشائع يقتسموا ثمنه حسب تخصصهم أو حصصهم، ولهم أن يرهنوا أن يرتبوا أي حق عيني آخر عليه. وكما يكون للشركاء يتصرف بالشيء الشائع كله، فإن لهم كذلك إجراء مثل هذا التصرفات في جزء مفرز منه أو حصة شائعة فيه، فمن يملك الكل يملك الجزء، والتصرف الصادر من جميع الشركاء تصرف صادر ممن يملكون إبرامه، كما أنه لا يتضمن مساسا بحق أي شريك ما دام الشركاء جميعا قد ارتضوا هذا التصرف. فإذا كان التصرف الصادر من الشركاء تصرفا ناقلا للملكية ورد على الشيء الشائع كله، انتهت حالة الشيوع بين الشركاء المتصرفين. وإذا ورد مثل هذا التصرف على جزء مفرز من أي من الشيء الشائع، خرج هذا الجزء من نطاق الشيوع واقتصرت حالة الشيوع على الأجزاء الباقية. وإذا كان التصرف بنقل ملكية حصة شائعة، دخل المنصرف إليه شريكا مشتاعا بقدر هذه الحصة من الشركاء الآخرين. وإذا كان للشركاء مجتمعين أن يتصرفوا بالشيء الشائع بترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليه، فيصح التساؤل عن مصير هذا الحق إذا تمت القسمة ووقوع الشيء الشائع الذي تقرر عليه الحق بنتيجة القسمة في نصيب أحد الشركاء. تقتضي المادة 1291 الفصل الثاني من القانون المدني العراقي بخصوص الرهن التأميني بأنه يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع أو المتصرفين فيه أيا كانت النتيجة التي تترتب فيما بعد على قسمة العقار الشائع أو على بيعه أو إفراغه لعدم إمكان قسمته. وتقتضي المادة 1329 بشأن الرهن الحيازي بأنه يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا وتسري عليه أحكام الرهن التأميني الوارد في المادة 1291. وقد ذهب بعض الفقهاء في مصر بصدد شرحهم للمادة 1039.1 من القانون المصري المطابقة للمادة 1291.2 من القانون المدني العراقي، إلى أن القاعدة الواردة في النص المذكور قاعدة استثنائية خرج فيها المشروع على القاعدة العامة في الأثر الرجعي للقسمة، ويترتب على ذلك أن حكم المادة 1039.1 لا ينطبق على غير الرهن الرسمي أي التأميني إلا بنص. وذهب البعض الآخر، وهذا ما نفضله، إلى أن القاعدة الواردة في المادة 1039.1 لا تعتبر قاعدة استثنائية، بل هي تطبيق لمبدأ عام مقتضى أن كل تصرف يتم بموافقة جميع الشركاء هو تصرف صادر ممن يملكه، ولهذا فإنه يبقى نافذا أيا كانت نتيجة القسمة، ويترتب على اعتبار الحكم الوارد في هذا النص تطبيقا للقواعد العامة وليس حكما استثنائيا أنه يسري على كل الحقوق التي تترتب باتفاق الشركاء جميعا على الشيء الشائع أثناء الشيوع. التصرف بموافقة أغلبية الشركاء. وإذا كان القانون المدني العراقي قد أعطى في المادتين 1064 و1065 لأغلبية الشركاء سلطة قيام بأعمال سلطة القيام بأعمال الإدارة، فإنه لم يشاء إعطاء الأغلبية سلطة التصرف في الشيء الشائع بخلاف القانون المدني المصري وبعض القوانين المدنية الأخرى. فقد جارت المادة 832 من القانون المدني المصري لأغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل 3/4 المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه بشروط معينة وتحت رقابة القضاء وعليه، فإن التصرف في الشيء الشائع لا يصح في القانون المدني العراقي إلا باتفاق جميع الشركاء. ثانيا، التصرف الصادر من أحد الشركاء ليس من شك في أحد،
ليس من شك في أن لا أحد الشركاء يتصرف مستقلا في الملك المشترك بإذن من شركائه، سواء أكان هذا التصرف ماديا أم قانونيا، فيجوز للشريك المأخوذ أن يتصرف في الملك المشترك في حدود الإذن، ويستوي في ذلك أن يكون هذا التصرف مضرا أو لم يكن، لأنه يعتبر أصيلا عن نفسه ووكيلا عن شركائه. أما إذا لم يكن الشريك مأذونا فليس له أن يجري أي نوع من أنواع التصرفات، فإذا تصرف الشريك في الشيء كله أو في مقدار شائع يزيد على حصته كان تصرفه صادرا من غير مالك بالنسبة إلى ما زاد على حصته. فإذا كان هذا التصرف بيعا مثلا، وقع البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع موقوفا على إجازة شركائه الآخرين، فإذا أجازوا اعتبرت الإجازة توكيلا، لأن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة، ويطالب الشريك البائع باعتباره فضوليا بالبدل إذا كان قد قبضه. وإذا لم يجوز هذا التصرف فإنه يعتبر باطلا. وإذا هلك المبيع قبل الإجازة في يد المشتري، فإن الشريك البائع باعتباره غاصبا يضمن هذا الهلاك لشركائه الآخرين. ولكن قد يتصرف أحد الشركاء بجزء مفرز من الشيء الشائع بلا إذن من شركائه، كأن يبيع أحد الشريكين نصف الأرض المشتركة لشخص ثالث، فما حكم هذه الحالة؟ الأصل أنه لا يجوز للشريك التصرف في جزء مفرز من الشيء الشائع، ولو كان ما تصرف فيما يعادل حصته في هذا الشيء، وهذا ما يتفق مع القواعد العامة في الشيوع، لأن حق الشريك لا يترك في الجزء المفرز الذي تصرف فيه، وإنما ترد على هذه الجزء أيضا حقوق الشركاء الآخرين، فيكون الشريك قد تصرف في ملك غيره بحق بقدر ما للشركاء من حقوق في هذا الجزء، وعليه يكون هذا التصرف موقوفا على إجازة شركاء البائع فيما أجازوه صح ونفذ، وإن لم يجيزوا بطل. أما إذا سكت الشركاء فلم يبطلوا التصرف ولم يجيزوا، فما هو مصير هذه التصرف بعد القسمة؟ لا إشكال إذا وقع الجزء المفرز محل التصرف في نصيب الشريك المتصرف بعد القسمة، لأنه أصبح يملك وحدة لهذا الجزء وليس لغيره من الشركاء حق فيه، ولا معنى لتعليق هذا التصرف على إجازة من أحد أو إجراء التصرف من جديد. أما إذا لم يقع الجزء المفرز لمحل التصرف في نصيب الشريك المتصرف بنتيجة القسمة، فلا يكون للتصرف أي أثر، لأنه سيكون واردا على ملك الغير. وقد أخذ القانون المدني العراقي بهذا الحكم، فقد قضت المادة 1062.2 من القانون المدني العراقي على أنه وإذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع فلا يكون للتصرف أثر إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك. أما القانون المدني المصري فقد قضت المادة 826 منه بانتقال حق المتصرف إليه في هذا الحالة من الجزء محل التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف نتيجة القسمة. الفرع الثالث انقضاء الشيوع بالقسمة. تمهيد: تنقضي حالة الشيوع بأسباب متعددة كالتبايع بين الشركاء والميراث والشفع، ولكن أهم سبب من أسباب انقضاء الشيوع هو القسمة أو القسمة النهائية كما تسمى أحيانا تمييزا لها عن قسمة المهيئة التي تقدم الكلام فيها، وهي كما رأينا قسمة منافع لا تؤدي إلى زوال الشيوع، وإنما هي تنظيم مؤقت يقصد به انتفاع الشركاء بالأشياء الشائعة مع بقاء حالة الشيوع. لذلك فإن الجمع بين القسمة التي تؤدي إلى إنهاء حالة الشيوع وأحكام المهيئة أمر محل نظر، ولهذا فإن القسمة التي تعيننا هنا تعنينا هنا هي القسمة التي ترد على الملكية فتؤدي إلى زوال الشيوع، وهي التي نقصدها إذا انطلقنا اصطلاح القسمة مجردا على الوصف. تعريف القسمة: يمكن تعريف القسمة بأنها عملية تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع واختصاص كل شريك بجزء مفرز من الشيء الشائع يعادل حصته الشائعة فيه قبل القسمة. الحق في طلب القسمة:
القاعدة العامة في التشريعات الحديثة أن لكل شريك في منقول أو عقار الحق في طلب إزالة الشيوع أو التخلص منه في أي وقت شاء، ذلك أن الملكية الشائعة ليست هي الصورة المثلى للملكية، فتعدد الملاك يؤدي إلى مشاكل عديدة من شأنها أن تعوق الانتفاع بالشيء وتصرف كل شريك في حقه كما يريد. ولهذا فإن الأصل هو أن لكل شريك الحق في طلب القسمة حتى يتخلص من الشيوع ومساواته، وهذا الحق يستند إلى اعتبارات تتعلق بالنظام العام. ولذلك فإن من المقرر أنه لا عبرة بتنازل الشريك عن حقه في طلب إنهاء الشيوع، ولا يتقيد هذا الحق إلا إذا كان الشريك مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى شرط أو بمقتضى نص في القانون. وقد نص على ذلك المادة 1070 من القانون المدني العراقي بقولها: لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو شرط، ولا يجوز بمقتضى الشرط أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز 5 سنين. فإذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة أطول أو مدة غير معينة، فلا يكون اتفاق معتبرا إلا لمدة 5 سنين، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخلفه. فقد يجبر الشركاء على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون، كما في حالة الشيوع الإجباري الذي نص عليه المادة 1081 من القانون المدني العراقي بقولها: ليس للشركاء في مال شائع أن يطالبوا إزالة شيوعه إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يكون دائما على الشيوع. ويجوز أيضا أن يجبر الشركاء على البقاء في الشيوع بمقتضى شرط، والغالب أن يرد هذا الشرط في اتفاق بين الشركاء يلتزمون بمقتضى البقاء في الشيوع مدة معينة، فلا يجوز لأي منهم خلالها أن يطلب القسمة على أن لا تتجاوز المدة التي يحددونها 5 سنوات. فإذا اتفقوا على مدة أطول اعتبر اتفاقهم صحيحا في حدود 5 سنوات، ويبطل فيما زاد على ذلك ما لم يتبين أنهم ما كانوا ليرتضوا الاتفاق على البقاء في الشيوع إلا لمدة أطول من 5 سنوات، فيبطل الشرط والاتفاق مادة 139 مدني عراقي. وإذا كان لا يجوز الاتفاق بين الشركاء على البقاء في الشيوع مدة تتجاوز 5 سنوات، فإن من الجائز الاتفاق على البقاء في الشيوع مدة أخرى تبدأ من وقت الاتفاق الجديد. وكما يجوز أن يرد شرط البقاء في الشيوع مدة معينة في اتفاق بين الشركاء، فإنه يجوز أيضا أن يرد في وصية، فتصح الوصية إذن بشيء لعدة أشخاص على الشيوع بشرط عدم جواز طلب القسمة خلال مدة معينة لا تتجاوز المدة التي يحددها القانون. إذا لم يكن هذا الشرط مخالفا للنظام العام أو للآداب، وإذا كان شرط البقاء في الشيوع صحيحا، فإنه يسري في حق الشريك وفي حق خلفه، سواء كان هذا الخلف عاما أو خاصا، ويسري هذا الشرط في حق الخلف الخاص سواء كان يعلم أو لا يعلم بوجود هذا الشرط وقت تلقيه الحق من سلفه، وذلك استثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة 142 فصل 2 من القانون المدني التي تشترط لانتقال الالتزامات إلى الخلف الخاص علمه بها وقت انتقال الشيء إليه. ونتكلم بعد ذلك في أنواع القسمة وفي آثارها. أنواع القسمة: إذا اتفق الشركاء على كيفية اقتسام الشيء الشائع بينهم تمت القسمة بموجب هذا الاتفاق، فتكون القسمة عندئذ اتفاقية أو رضائية. أما إذا لم يتفقوا على ذلك أو كان بينهم محجور، فإن القضاء هو الذي يتولى إجراء القسمة، وفي هذا القسمة القضائية. الفقرة الأولى: القسمة الرضائية للشركاء إذا لم يكن بينهم محجور أن يقتسموا الشيء الشائع بالطريقة التي يرونها في المادة 1071 فصل 1 مدني عراقي، سواء كان هذا شيء قابلا للقسمة أو لم يكن، ولا بد للقسمة الرضائية أن تتم باتفاق الشركاء جميعا، ويسري على القسمة الرضائية ما يسري على العقود من أحكام تتعلق بشروط الانعقاد والصحة. فإذا غاب أحد الشركاء لا تصح القسمة الرضائية إلا بإجازته. وإذا كان بين الشركاء المتقاسمين شخص غير كامل الأهلية
كالصغير أو المجنون ينوب عنه وليه أو وصيه بموافقة مدير رعاية القاصرين المختصة. مادة 43 فقرة 8 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980، ولا تخضع القسم الرضائية لأي قيد سوى إنها كانت أو كان محلها عقار، تخضع لقيد التسجيل في دائرة التسجيل العقاري. شأنها في ذلك شأن أي تصرف يرد على عقار وفق أحكام القانون المدني العراقي. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 1071 بأنه لا تتم القسم الرضائية في العقار إلا بالتسجيل في دائرة الطابور. حماية دائني الشركاء: قد يتواطأ الشركاء المتقاسمين على الأضرار بحقوق دائنيهم، كأن يتفق أحدهم إذا كان مدينا مع شركائه الآخرين على أن يختص بمال يسهل إخفاءه كالنقود أو لا يجوز الحجز عليه، أو كما لو اتفق شريك مع بقية الشركاء على أن يكون من نصيبه جزء مفرز من الشيء الشائع غير الذي تصرف فيه بيع مثلا أثناء الشيوع، حتى يفوت على المشتري فرصة حصوله على جزء المتصرف فيه، إلى غير ذلك من صور التواطؤ بين الشركاء. فإذا تمت القسمة منطوية على تواطؤ الشركاء بقصد الإضرار بالدائنين، فإن القانون قد هيأ لهؤلاء الدائنين ما يمكنهم من تفادي نتائج هذا التواطؤ. إذا قضي في المادة 1071.3 بأنه لدائني كل شريك أن يطعن بالقسمة إذا كان فيها غش أضر بمصلحتهم، وفي اعتقادنا أن هذا النص ليس إلا تطبيقا من تطبيقات دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنيه التي نظم القانون المدني أحكامها في المواد 263 وما بعدها. القسمة القضائية: إذا لم يجتمع الشركاء على إجراء القسمة رضا كان بينهم محجور وأراد بعضهم الخروج من الشيوع، فلا يكون أمامهم إلا أن يلجؤوا إلى القسمة القضائية التي تبدأ إجراءاتها برفع دعوى القسمة على باقي الشركاء أمام المحكمة المختصة. والقسمة القضائية لا تجري إلا بناء على طلب أحد الشركاء، فالمحكمة لا تتدخل في إجراء القسمة من تلقاء نفسها. على هذا تنص المادة 1072.1 من القانون المدني العراقي نفسها، وعلى هذا تنص المادة 1072.1 من القانون المدني العراقي بقولها: إذا لم يتفق الشركاء على القسمة أو كان بينهم محجور فالشريك الذي يريد الخروج من الشيوع مراجعة محكمة الصلح لإزالته. والأصل في هذه القسمة القضائية أن تتم عينا حيث يختص كل شريك بجزء مفرز من الشيء الشائع، فإذا كان الشيء الشائع لا يقبل القسمة العينية أمرت المحكمة ببيع في المزاد كي يقسم ثمن بين الشركاء، فتكون القسمة حينئذ قسمة نصفية. أولا القسمة العينية، فإذا تبين للمحكمة أن الشيء الشائع قابل للقسمة فإنها تقرر إجراء قسمة عينية، ويعتبر الشيء الشائع قابلا للقسمة إذا أمكنت قسمته من غير أن تفوت المنفعة المقصودة من ذلك الشيء قبل القسمة بالنسبة لجميع الشركاء. فإذا فاتت المنفعة ولو بالنسبة لأحد الشركاء اعتبر الشيء غير قابل للقسمة. وبهذا المعنى تقرر المادة 1072.2 من القانون المدني العراقي بأنه ويعتبر المشاع قابلا للقسمة إذا أمكنت قسمته من غير أن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصودة من قبل القسمة. فإذا كان الشيء الشائع دائرا كبيرة يمكن تقسيمها إلى دارا كبيرة يمكن تقسيمها إلى دارين، فكانت الدار قابلة للقسمة لإمكان الانتفاع بها بين القسمة بنفس المنفعة المقصودة منها قبل القسمة وهي السكنة. أما لو كانت الدار صغيرة بحيث لا تصلح للسكنة بعد قسمتها فإنها تعتبر غير قابلة للقسمة، وإن انتفع بها بعد تقسيمها باستعمالها مخزنا مثلا لأن المنفعة المقصودة منها قبل القسمة قد فاتت. وكذلك الحال بالنسبة للكتاب والحيوان والسيارة وغير ذلك. القسمة العينية تكون بحسب المجلة والقانون المدني العراقي، أما قسمة
جمع قسم التفريق على أنه يجب أن نلاحظ أن هذين النوعين من القسمة غير قاصرين على القسمة العينية القضائية، بل أن القسمة العينية الرضائية كانت أم قضائية يمكن أن تكون قسمة جمع أو قسمة تفريق. قسمة الجمع، قسمة الجمع هي قسمة الحصص الشائعة في الأعيان المشتركة في قسم كل منهما، فإذا كانت ثلاث سيارات مشتركة بين ثلاث أشخاص وقسمت بينهم لكل واحد منهم سيارة، تكون الحصص الشائعة لكل واحد منهم في الثلاث سيارات قد جمعت في واحدة منها، وقسمة الجمع تجرى رضاء في الأعيان المشتركة سواء كانت متحدة الجنس أو مختلفة الجنس، ولكنها لا تجري قضاء إلا إذا كانت الأعيان المطلوبة قسمتها متحدة الجنس، فلا تجوز القسمة القضائية إذا كانت الأعيان المشتركة مختلفة الجنس، فلا يسوغ القاضي أن يعطي أحد الشركاء دارا والآخر دكانا ويعلل ذلك بالاختلاط بين الجنسين، فلا تقع القسمة تمييزا بل تقع معارضة فتعتمد التراضي دون الجبر وولاية الإجبار للقاضي تثبت على التمييز. أما إذا كان الأعيان المشتركة متحدة الجنس سواء كانت من المثليات كحنطة أو ذهب أو فضة أو زيت أو من القيميات التي لا تتفاوت أفرادها تفاوتا يعتد به كالغنم والإبل والأبقار، فإن قسمتها قسمة جمع قضاء جائزة، ولا هذا نصت المادة 1074 من القانون المدني العراقي بقولها إذا كان المشاع أعيانا منقولة متعددة وكانت متحدة الجنس يزال الشيوع فيها بقسمتها قسمة جمع. 2 قسمة التفريق، أما قسمة التفريق فهي تعيين الحصص الشائعة في العين الواحدة المشتركة بكل جزء من أجزائها في قسم منها كقسمة الدار المشتركة بين الشريكين، فيكون لذلك قد تم بتفريق حصص كل شريك من الدار المشتركة في جزء في كل جزء منها أو في جزء منها. صفحة 122.